السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم، معاكم أحمد قطب من أكاديمية المهندس، والفيديو ده إن شاء الله هنتعلم إزاي نعمل ضبط مصنع للتليفون سامسونج E20 ونتخطى قفل الشاشة في حالة إن احنا نسينا الرمز بتاعنا أو نسينا النمط اللي احنا عاملينه أو نسينا البن، أو في حالة مثلا التليفون تقيل معاك وإنت عايز تعمل ضبط مصنع. لكن مهم جدا لو انت عارف البن وعايز تعمل ضبط مصنع للتليفون بتاعك ان انت تاخد نسخة احتياطية من كل الداتا اللي موجودة عندك على التليفون، كل الصور والارقام تعمل لها باك اب على الكمبيوتر عندك او ترفعها على الجيميل عندك علشان تسترجعها تاني بعد ما تعمل ضبط المصنع. تمام؟ طيب في حالة ان انا ناسي الباسورد بتاع الجهاز او ناسي النمط بتاع الجهاز والجهاز مش عايز يفتح معايا وعايز اعمل ضبط مصنع للتليفون علشان اعمل له تهيئة من اول وجديد وتخطى قفل الشاشة، الكلام ده هعمله ازاي؟ لو حاولنا نقفل التليفون كده، تمام، احنا طبعا عايزين نعمل ضبط مصنع والتليفون مقفول، بقولي دخل البصمة الاول او دخل البن. لو حاولت ان انا اعمل اعادة تشغيل برضو نفس الكلام، هيجيب لي الايه، هيجيب لي البن وايه اللي دخل البن. طيب في الحالة دي هنعمل ايه؟ هنوصل التليفون بالشاحن. تمام، ادي مركز الشاحن، نوصله في التليفون بالشكل ده. اول ما يبدأ يشحن معانا هنضغط على زرار الباور مع الزرار اللي تحت، هنضغط على زرار الباور مع زرار توطية الصوت. في عندنا زرارين، زرار بيعلي الصوت وزرار بيوطي الصوت، احنا نضغط على الباور مع الزرار اللي بيوطي الصوت ضغطة مطولة لحد التليفون ما يقفل معانا. تمام، ويجيب لي علامة الشحن قدامي دلوقتي. تمام كده التليفون قفل معايا وبدأ يشحن، تمام زي ما انت شايف دلوقتي قدامك على الشاشة. طيب عشان نخش بقى القائمة بتاع الفورمات بنعمل ايه؟ بنضغط برضو ضغطة مطولة على الباور مع زرار تعلية الصوت. تمام، الاول كنا بنضغط خفض الصوت مع الباور، لا دلوقتي نضغط ايه؟ على تعلية الصوت مع الباور، الاتنين مع بعضهم ضغطة مطولة. تمام، انا كده ضغط باور مع تعلية الصوت، مش هرفع صباعي الا لما يجيب لي القائمة بتاع الفورمات. بالفعل جاب لي قائمة الفورمات، هنزل واطلع بتعلية الصوت وتوطية الصوت. تمام، فانا عايز القائمة اللي هي رقم 5. تمام، اللي هي فاكتوري ريسيت. تمام، طيب عشان اختارها بختارها بايه؟ بختارها بزرار الباور، اضغط على الباور ضغطة واحدة. هنا بيجيب لي رسالة تأكيدية بيقول لي ان انت هتمحو كل البيانات اللي موجودة على الجهاز، الغاء ولا اعادة الضبط. هنزل تحت بالسهم، تمام، واختار اعادة الضبط على الاعدادات الاصلية وقول اوكي. طبعا الاختيار بزرار باور ضغطة واحدة بيبدأ يعمل معايا ضبط مصنع. تمام، خلص ضبط المصنع وقفلي على الاختيار الاولاني اللي هو ريبوت سيستم. تمام، هيعمل ريستارت للجهاز، اختاره واضغط على اوكي. تمام، واضغط على زرار باور عشان اديله اوكي وننتظر بقى ان التليفون يفتح معانا. يفضل طبعا ان انت وانت بتعمل الخطوة دي يكون التليفون بتاعك مشحون او على الاقل حطه على الشاحن. تمام، انا بالنسبة لي تقريبا تليفوني مشحون فمش محتاج الشاحن في حاجة، ممكن افصله عشان يبقى حر الحركة معايا. هننتظر مع بعضينا بقى كده لحد ما نكمل عملية الاعدادات بعد الفورمات كاملة ان شاء الله. طبعا زي ما قلنا المفروض لو انت مش ناسي الباسورد بتاع الجهاز او مش ناسي النمط بتاع الجهاز بتدخل تعمل باك اب من الاسماء اللي عندك، من جهات الاتصال اللي عندك ومن الداتا اللي موجودة عندك زي الصور زي الفيديوهات زي الحاجات المهمة اللي موجودة على التليفون علشان تقدر تراجعها بسهولة بعد كده. انما بقى لو انت ناسي النمط فامرك لله، هتضطر ان انت تفرمت التليفون كله باللي فيه. الشاشة الافتتاحية دي بتطول شوية فانا هقدم الفيديو شوية لحد ما ايه ما تعدي المرحلة دي ويبدأ معايا في ظهور عملية بدء الاعدادات. بدأ معايا هود ستارتينج اندرويد، اخد تقريبا بتاع 5 دقايق او 4 دقايق لحد ما جاب لي الستارت دي. ويلكم، هبدأ اختار اللغة. تمام، اختار من هنا اللغة، اختار اللغة العربية، موافق، وبعد كده اقول له بدء. تمام، لقد قرأت كل ما ورد اعلاه. تمام، ودي له التالي.
عمل مسح للشبكات. انا هقول له تخطي دلوقتي، مش هعمل ربط على الواي فاي دلوقتي. تمام، اقول له تخطي. هنا في الخطوة دي بيقول لي دخل رقم البن بتاعك او دخل حساب جوجل اللي انت كنت ضايفه على الجهاز قبل ما تعمل ضبط مصنع. انا دخله حساب جوجل بتاعي. تمام، ادخل له الجيميل بتاعي. وندخل الباسورد التالي. والحصول على الرمز. تمام، لان انا مأمن الجيميل بتاعي. منتظرين الرمز، جه الرمز. تمام، لان خط التليفون بالفعل موجود في التليفون ده، والخط اللي انا ضايفه على حساب الجيميل ده. تمام، موافق. هنا في الخطوة دي بيقول لي نسخ التطبيقات والبيانات، هقول له عدم النسخ. تمام، انا بضيف كل حاجة بنفسي. جاري التحقق من المعلومات. هنا بيقول لي بقى تعمل بصمة ولا نمط، اقول له اوكي نعمل نمط. هنا جايب لي التطبيقات الموصى بها، تطبيق ديزني بس انا مش عايزه، بيقول لي هنزله لما توصل واي فاي. انا مش محتاج التطبيق ده، انا محتاج انزل التطبيقات اللي انا محتاجها بس. تمام، دلوقتي بيقول لي دخل حساب سامسونج، هقول له تخطي. طب ادخله بعدين، انا بالفعل عندي حساب على سامسونج بس ادخله بعدين، اقول له تخطي. تمام، انهاء. وهنا اقول له ذكرني لاحقا. تمام، وكده خلاص انتهى الاعدادات وعملنا ضبط المصنع بمنتهى النجاح الحمد لله. تمام، والتليفون بتاعنا، ودي التطبيقات الاساسيه اللي نزلت مع ضبط المصنع. هبدا بقى اوصل واي فاي واشوف التطبيقات اللي انا محتاج اثبتها واثبتها. ولحد كده انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش تدعمنا بلايك على الفيديو وتشارك الفيديو عشان غيرك يستفيد. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.